بسم الله الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. هذا النهار هذا غادي ندير واحد الجولة في دوار بني عطية. هذا الدوار هذا تابع لقبيلة بني وريمش، وهذا الطريق اللي راني فيها الآن كتفرق هذا الدوار هذا نتاع بني عطية على زوج. كاين واحد الفرقة اللي جات تحت الطريق معروفة بواحد الجهة سميتها آسون أو لا تريفة، فيها الفلاحة، فيها الأراضي فلاحية، وفيها الرشاشات اللي كيشربوا بها الجنانات. وكاين القسم اللي جاي فوق الطريق اللي قريب للجبل، وفيه اللي كاين المسجد الكبير اللي كتقام فيه الجمعة وكيديروا فيه ذيك الصدقة السنوية. بالنسبة لهذا الدوار هذا نتاع بناتية كيحدهم من جهة الشرقية الواد ديال تاقمة، ومن جهة الغربية كيحدهم الواد ديال ولاد بوعبد السيد، وبالجهة الجنوبية كيحدهم الجبل هذا اللي كتشوفوا فيه اللي سميتو جبل مدشيش او لا ازرو يا شملال، وبالجهة الشمالية كتحدهم الجنانات ديال ملوية. الان راني في السونتر نتاع بناتية وسط الطريق. هذا الطريق هذا هو الرابط ما بين بركان والناظور. من هنايا راه غادي نمشيو ندخلو البركان، وإلا مشينا في الاتجاه الآخر هذا الاتجاه هذا غادي نمشيو للناظور. أنا هذا النهار هذا ما غاديش نهود نصور هذه الجهة اللي تحت الطريق لحقاش هي كبيرة بزاف، فيها دواور مفرقة وديور مفرقة. هذا النهار هذا غادي نطلع إن شاء الله للجهة اللي فوق الطريق اللي فيها المسجد ديال الجمعة اللي فيه كيديروا ذيك الصدقة السنوية. هذا السونتر الرومبوان اللي في وسط بني عطية. هذه القضية اللي راه الفوق فيها الشاطو ديال الماء وفيها الريزو سميتها ثاوريرث وفليون. هذه هي البلاكة اللي كتدل على مسجد بني عطية والمعروف بالمقام. باقي واحد زوج كيلومتر ان شاء الله غادي نمشيو نوري لكم الاجواء تاع ديك الجهة هذه. يلا تابعونا وبقاو معنا ان شاء الله. هذه المدرسة ديال بني عطية، مجموعة مدارس بني عطية، واللي تأسست في حوالي 1999 أو لا في 2000، ما نش بحقق بالضبط. المهم غير في السنتين هاد نديرو احنا إن شاء الله في 2000. لحقاش ولاد بني عطية والتلاميذ تاع ولاد بني عطية كانوا كيمشيو يقراو في واحد المدرسة أخرى راها لتحت في بوغريبة حدا الرشاشات. هذه هي المدرسة نتاع بني عطية. ما دايرينش هنا التاريخ فوقاش تأسست، ولكن انا قلت لكم في 2000. بارك الله، زعما مدرسة زوينة. والان احنا متواجدين
قدام الجامع ديال بني عطية والمعروف بالمقام. هذا هو المسجد، هذا هو المسجد الجامع اللي كيتقام فيه صلاة الجمعة، وفيه كيديروا الصدقة ديال بني عطية. كيديروا زوج صدقات في الحقيقة، يديروا واحدة في شهر 3 وواحدة في شهر 8، لحقاش ما بني عطية ما كيديروش صدقة حدا الوالي ولا، كيديروها هنا في المسجد. هاد الجهة هادي عمو سفيان تسمى بتافلوت، هاد الفرقة من هنا كتسمى جهة ديال تافلوت، تسمات بتافلوت لحقاش كاين فوق ذاك الجبل ليه كاينة واحد الحجرة واقفة بحال القلب سكر، ما هي طاحت ما هي بقات واقفة، سماولها جهة الحجرة إلا بغينا نقولو، لحقاش تافلوت هي الحجرة. مناظر طبيعية الحمد لله، الأشجار والزيتون واللوز و وهذيك جهة هذيك معروفة بولاد أحمد وبالمناسبة هذا ولاد أحمد هذو راه موجود فيها واحد المسجد اللي هو أقدم مسجد هنا في بني عطية، لأن بني عطية راه فيها ثلاثة ديال المساجد في الحقيقة. ايوا مالي لا يمندي هضرك، وحنا متواجدين ولاد احمد، ياك نمشي نقرنص ولاد احمد، وفيه اللي كاين الجامع القديمة ديال بني عطية، أقدم مسجد في بني عطية. غادي نمشيو دروك ندخلو إن شاء الله. وهذا ياك، هذا هو أقدم مسجد بني عطية، وكاين واحد زوج مساجد اخرى راها لتحت في جهه اللي يقولها تريفه، ياه لا سواد غير الرشاشه تما وحده، ومن مجيت ولاد اليمانيه تما وحده، وكاين المقام اللي في الوسط تسمى اربعه ديال المساجد الا حسبنا حتى هذه القديمه، وهذه ما راهش خدامه بصح، كاين مرد الدماء. واو هذه قديمه، هذه الجامع ديال المقام ها هو منا نقدروا نزوميو عليه. ياك هو هذا، ها هذا هو الجامع المقام اللي تقام فيه الخطبة ويديروا فيه هذيك الشيء ديال الصدقة السنوية. حنا غادي ندخلوا لهذا الجامع القديم ان شاء الله نشوفوا كي داير. بسم الله تبارك الله، الربيعات كي دايرين وصغير الحريقة والخبيز، ياك وحتى الحريقة فيها الدواء وهي الدواء. الله هذه واش كانت البيت ديال الفقيه، ها شت المحراب فين راه، تبارك الله تبارك الله. هذه واش تا كانت هذه؟ كاين ديال في حال الطعام حاس، ايه بحال الكوزينه يسمى يخدم، ها شت. وهذه من هنا فيها القبوب واش تا كانت؟ كوزينه حدا هذه البيت، يسمى المرافق ديال الجامع يديروا فيها، هذه كانت بيت هذه تابعة للمسجد، وربما كان يكون فيها الفقيه ربما، سبحان الله العظيم. شوفوا هنا كانوا يصلوا، هذه يا اخويا تهدمت اس، سبحان الله العظيم تاريخ يا اخويا. الله اقدم مسجد في بني عطية، الله الله الله. هذا هو المحراب عمو، ها فين كان يكون الامام يصلي،
هذه يقولها تبرجت هي ما ليش تقن الشمع تقن ليش الشمع باش سبحان الله محراب خصكم تطلعوا فيها بصح شويه ما تبقاوش ها انا راه ماشي بزاف كنت جيت هنا كانت هذا السرج ما عندها هذا الباب تحلو تبلى وما كانش طايح السقف ديالها هذا العام اللي طاحت عاد داك الشيء اللي نشوف لحقاش انا كنت جيت هنا غير واحد 3 سنين ولا كانت ما طايحاش هذا السقف هذا واه من الطبيعه مخير تبارك الله تبارك الله هذه كاع بنعطيها حتى لا حتى الواد ملويه هذه كاكليم نقدر نزوم على اكليم نشوفها اكليم هذه هي مدينة اكليم الآن رانا متواجدين في مقبرة سيدي أحمد أبو النوار اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هذه المقبرة هذه هي الرئيسية ديال بني عطية وكان واحدة أخرى اللي راه الفوق في الجبل سميتها سيدي علي وعيسى غادي نطلعوا حتى لتما إن شاء الله نصوروا حتى هذيك إن شاء الله هذه المقبرة هذه هي فين موجودة راها أنفاس المسجد اللي سميتو المقام أنفاس المقام مسجد الجامع اللي كيصليو فيه الجمعة وكتقام فيه الصدقة السنوية هذا هو المسجد ديال بني عطية السونتر غادي نحاول ندخلو لداخل نتعرفو على الأسماء ديال العائلات نتاع هذو ولاد بني عطية اللي راهم مدفونين هنايا نطلب الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم جميعا يا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم دار قوم مؤمنون أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم إن شاء الله وادخلهم الجنة إلى شتوا الأسماء ديال الأسر اللي مدفونة هنايا الأغلب كاين من الأسر هي الأغلب ديال الأسر اللي مدفونة هنايا الأسر ديال بني عطية هي البداوي الجد الأكبر ديال بني عطية هو سيدي بوطيب هو مارش مدفون لا في هذه المقبرة ولا في المقبرة الزوجة الفوقانية هو راه مدفون في الجبل الفوق ثم كان ساكن وثم راه مدفون هذو هما المقابر القدام هذو قدام نطلب الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم كما قلت لكم من بين الأسر ديال بني عطية كاين البداوي وكاين اليماني وكاين زروال وكاين عطية او لا عطياوي وكاين بوطيب وكاين الشريف كاين مهداد كاين الماحي وكاين اعراب واللي يعرف شي واحد اخر ولا يزيدوا لنا الثاني في التعليق هذا البداوي محمد بن احمد المرحوم سنة 1997 هذا محمد بن محمد ليزيد توفي سنة 1978
25 شهر 10، اللهم اغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والان غادي ان شاء الله نخرج بهذه المقبره، هذه نمشي للمقبره الزوجه اللي جات شويه الفوق حدا من حدا الجبل، سميتها مقبره سيدي علي وعيسى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اغفر لهم وارحمهم. هذا قبر عمي عبد الله، هذه مقبرة. ما عرفناش داك الشيء، علاش بحال ولا وطا بحال ولا. وراك عارف بنادم ما يحتارمش اللي يدخل يوطا عليه. عمي حقا بغيت نسولك واحد المعلومة، هاد الخشب هذا ديال مين؟ هادي اغلب الظن يكون ديال العرعر. العرعر لقاش هاد الجهة فيها العرعر بزاف. لقاش هو ما يرشاش هو. فيها خير. متوفي يوم 20 رمضان 1406 هجرية، نوافق 1986 ميلادية. سي تبارك الله، اي باللي مات راه. هذه هي المقبرة ديال سيدي علي وعيسى. شوف تبارك الله العرعرة هذه قداش. هذا شجر العرعر. هذه المقبرة هذه قديمة، ولكن مازال كيدفنوا فيها أحيانا. أما المشهورة اللي كيدفنوا بها بزاف هي ديال سيدي أحمد بن نوار. هذه الغابة هذه ديال العرعر كاملة راها مقبرة، وقبور قدام كاين هنا. هادو كاع مقابر، هادو وكاين لي جداد هما هنا الفوق، وكاين واحد الجناح اخر راه دايرين هنا لتحت باقي ما دفنوش فيه بزاف. يلاه واحد 6 ولا 7 هو اللي راهم بانين عليها السور هذا. اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا ان شاء الله. هذو راه جداد اللي مدفونين هنايا، وهذه كاملة بني عطية. هذا هو الولي سيدي بوطيب، الجد الأكبر ديال بنو عطية. هذا هو الضريح ديال سيدي بوطيب، الجد الأكبر ديال بني عطية. والنظر تلقينا مع الطعم هو هذاك. تبارك الله، هذا يزرو يا شملال جبل مدشيش.